واحد فينا ما كنقولوا باننا ضد ولوج حامل الشهادات اللي مهنه المحامات ابدا. حنا ولاد الشام منين جينا؟ حنا منين جينا؟ لا حق لنا. انتم كمحامين تسعون الى تضييق منافذ الولوج للشباب لهذه المهنه هذه. ايضا في هذا المعطى لم يكن السيد وزير العدل ببعيدين عما يحاول البعض ان يلصقه بنا. شوف والله لا انا كنحاول نلطف كلماتي، انا كنطبق قاعده جو تورن لا لونغ دي فوا افون دو بارلي بوتيت كو جو تورن 20 فوا غير باش ما نوقعش في المحظور. احنا حينما تم الاعلان عن امتحان اهليه المحاماه لم يكن باستشارتنا. واحد، مقاربه تشاركيه غابت، لم يكن خليك في مقاربه تشاركيه، هو راه كيقول بناء على طلب رئيس الجمعيه. وبصدق السيد عبد الواحد الانصاري، انا نجاوب، نشوف غنجاوبش على لسان السيد عبد الواحد الانصاري. السيد عبد الواحد الانصاري رئيس جمعيتنا، له منا كل التقدير والاحترام، اخترناه، صوتنا عليه في انتخابات حره شريفه، ولا زلنا نعبر عن احترامنا وتقديرنا له، ولكن في اطار هذا الشيء وما بقاش سري، في اطار لقاء داخلي فيما بيننا واجهناه بهذا الكلام. انا راوي الكفر ليس بكافر، فقال لنا بالحرف، ما عمرني ما قلت هذا الكلام. هذا وزير العدل، هذا لا، هذا السيد رئيس الجمعيه قال لك ما عمرني ما طلبت منه انه يدير امتحان الالي، ولدي دليلي في ذلك. دليله في ذلك ما غنفصح شيء عليه، فعلا اعطانا اياه بكل صدق، اعطانا اياه تبرئه لذمه نفسه، ولكن ساترك له امر ان يعلنه في الوقت المناسب، واطالبه من هذا المنبر ان يعلنه في الوقت المناسب، لانه راه هذا السيد راه 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 ضغط عليه شويه ملي تيقول بانه خلاف مواجهه مع المحامين. المحامون لم يغلقوا الابواب، النقباء لم يغلقوا الابواب، الجمعيه لم تغلق الابواب، السي عبد الواحد الانصاري كرئيس النقيب عبد الواحد الانصاري كرئيس لم يغلق الابواب. حتى واحد فينا ما كنقولوا باننا ضد ولوج حامل الشهادات لمهنه المحاماه ابدا. حنا ولاد الشام منين جينا؟ حنا منين جينا؟ لا حق لنا، من غير منين جينا لا حق لنا اننا نغلقوا ونسدوا الابواب ديال الولوج ديال لحامل الشهادات، بل على العكس من ذلك، على العكس من ذلك اظن بان اكبر قطاع مشغل في المغرب هو قطاع المحاماه، غير في ظل الاربع سنوات الاخيره ولج المهنة ما يقارب 7000 محامي. مرحبا بهم، قوة مضافة، قوة إضافية، يقووننا، يقووا جسدنا. بالعكس، نحن زملائي المقبلين، زميلاتي المقبلات، طلبة كلية الحقوق، واهم من يحاول أن يوصل إليكم صورة قاتمة على أننا فعلا غلقنا الأبواب وعلى أننا لا نريدكم بين ظهرينا أبدا. مرحبا بكل حامل للإجازة، أهلا وسهلا بهم، ولكن جوابنا كان أنك سيد وزير غيبت المقاربة التشاركية، كان أنك وعدتنا بأن لا يتم هذا الأمر، وهذه ثانية غنقول لكم سمحوا لي، لن غنكونش كنفضح سير، في لقائنا وفي عشائنا ذاك في نواحي بورغراغ، اشنو قال لنا؟ قال لك شوف ساشارككم في كل التشريعات، قال المسطره المدنيه ساطلب مشورتكم، قال المسطره الجنائيه وهكذا دواليك، الا قانون مهنه المحاماه فهو لكم انتوما وعاد نتناقشوا فيه، الارضيه من عندكم. وهنا بدينا، حنا كنا كنقولوا مباراه ماشي امتحان، حنا كنا ليش؟ وهذا هو الوعد اللي كان عندنا باننا ما غاديش، فاذا بالسيد الوزير، وهذا بالعكس، هذه ليست سبوه في حق رئيس الجمعيه ان كان هو من طلب امتحان الاهليه، لانه قد ينتقد عليها لانه لم ياخذ مشورتنا، ولكنها لا تعتبر قدحا في شخصه، لا تعتبر قدحا لانه يريد ان يفتح الابواب امام عموم حاملي الشهادات، ولكن وفقا لشروط. هذه الشروط هي اللي كنقولوا احنا، مرحبا ما نسدوش اي الابواب، مرحبا بحامل الشهادات، اهلا وسهلا بهم، وانما يتعين ان يهيئ لهم ظروف الاشتغال،
يتعين تهيئ ظروف الشغل لمن تواجد الآن ولمن سيتواجد. يتعين أن يتم توسيع الدائرة للشغل، لأنه الإدارات العمومية والدولة ليس فرضا عليها أن أن أن, أن تنصب محامي. الأكثر من هذا، قلصنا الجماعة الترابية، أعطيناها جبنا لها المساعدين، الوكيل القضائي المملكة حكرا، ما فيش ما فيش ما فيش محامي إلا في حالات نادرة، الدولة ما فيهاش، بعض المؤسسات العمومية كذلك. إذن مدارس تكوين أو معهد تكوين، أنا جاي المعهد تكوين، حينما يلجوا العدد الوفير مرحبا بهم، مازال تنقولها قوة مضافة، ولكن هي اللي فين غادي يشتغلوا. تم الاتفاق على معاهد التكوين وهي اللي كنتحدثوا، احنا ماشي بالعكس، هنا هذه الصورة المغلوطة، حرام على اللي كيسوقها، حرام عليه، صورة مغلوطة. كيف ما قلت احنا كلنا ولا جاك معاهد التكوين التي تم التنصيص عليها هذه 30 سنة خلت، إن لم تكن الذاكرة في 93، 30 سنة أين هي؟ الدولة ما تحملاتش معنا فيها المسؤولية، نكون حسب طاقاتنا، حسب إمكانياتنا الشخصية لا غير، حسب إمكانياتنا الشخصية لا غير. احنا بغينا معهد تكوين كما تم، أو معهد تكوين كما تم الاتفاق عليه، وأعددنا رؤيانا في ذلك، وأعددنا تصورا ذلك، وأعددنا توضيحا. واهم، الله يجازيكم بخير، هذه الصورة القاتمة التي تحاول أن تعطى المؤسسات المهنية والمحامين بأنه كيس البيبان. أبدا، مرحبا بكم زميلات، مرحبا بكم زملاء في مهنة المحاماة، أهلا وسهلا بحاملي شهادة كلية الحقوق، أنتم أبناءنا، إخوة لنا، أنتم أصدقاء زملائنا، أنتم أبناء الشعب. هذه مهنة ما ديال التواحد، هذه ديالكم كلكم. وإنما وزادوا واحد فكرة في إطار كيقولوا لهم وديراه، راه الهيئات بصدد الرفع من واجباتي. هذا هو السؤال سيدنا نقيب، كيف أنتم كترحبوا بهذه الفئة هذه وأنتم كتسعوا إلى مضاعفة انخراط؟ شوف، وصل دابا شحال 11 مليون على حساب الهيئات، يعني فين هادو الشعب اللي ممكن انه يعطي 100 الف درهم وما يزيد باش يدخل هذه المهنه هذه؟ الجواب يقتضي رشفه ماء. تفضل. هذا شوف سي منير، سؤال احييك عليه، هو قد يبدو محرجا الى حد ما، ولكن كما قلت مكره اخاك لا بطل. اولا نصحوا واحد المعلومه، معظم الهيئات، إن لم أقول أغلب الهيئات، سمعت باستثناء ما متأكد شيء منه بشكل رسمي، ما رفعت شيء من واجبات الخيرات. هذه الصورة باش من هو مقبل على ولوج مهنة المحاماة يعرف، في مقدمتهم هيئة المحامي نبسطات ما رفعت شيء من واجبات الخيرات. شحال عندكم واجب الخيرات؟ وبعد أنا جيك لي، وبعد إذني مجلسي، وبعد إذن نقباء بالهيئة، وبعد إذن زميلتي وزملائي أعضاء مجلس هيئة المحامي نبسطات، أنا غادي نفصح على هذه المسألة بعد إذنهم، وغنقول لهم بأنه رحنا في هيئة المحامي نبسطات ما غاديش يرفعوا من واجبات الخيرات. أكثر من هذا، عندنا واجبات الخيرات بكل صراحة ما نخبيوهاش، عندنا 100,000 درهم كواجبات خير، ولكن ديالاش هذيك 100,000 درهم؟ هذا هو الصورة اللي خاصة تعرف. وكما استعددت أستاذ أعضاء مجلس هيئة المحامي نبسطات بأنني خديت هذا ماشي، لأن القرار يعود لهم، أنا غير الفكرة ديالي وهم يقاسمونني إياها، حتى نزيل الصورة النمطية السوداء التي تحاول أن تعطى لنا بأننا كناخذ الفلوس، اش كنديروا بها؟ رحنا بمجرد ما يلج ذلك الزميل المتمرن إلا ونهيئ له ما أمكن، أقول ما أمكن من الظروف. جميع الممتلكات ديال الهيئة التي متى توفرت تعود له ملكيتها المشتركة، لأن كيدخل معنا في كل شيء، يتم التصريح به ويؤدى عنه لدى التعاضدية، يؤدى عنه التأمين بما في ذلك التأمين عن المسؤولية والتأمين الاستشفائي، يؤدى عنه كل ما يتعين أن تكوينه يكون مؤدا من مالية الهيئة. حينما نجلب مكونين أو حينما نقوم بسفريات التكوين أو حينما نقوم بشيء من هذا القبيل، فإنه يكون من هذه 100,000 درهم اللي أدى، ولن تفينا الغرض. وهنا اللي كنقول، كنت أتمنى يا سيدي الدولة، هاد سيد الوزير الذي يقول بأننا متهربين ضريبيان، وبأننا غلقنا الأبواب، وبأننا خلينا شي تفاهم مع أصحابه في قانون المهنة، وبأننا انتقدنا إعلان الامتحان الأهلية وإن كان بناء على طلب من رئيسنا، أسيدي أنا مستعد في هيئة المحامي نبسطات نحيدوا هاد واجبات الخيرات، ولكن أعطينا المقابل من مالية الدولة، إحنا قطاع تخلت عليه الدولة لفائدتنا، أعطينا من مالية الدولة. تبارك الله، راه أكبر 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 المداخيل ديال الدولة، أو من أكبر المداخل اللي كتجي الدولة، هي من صناديق المحاكم، من صناديق المحاكم، وأعي ما أقول، وكنت أتمنى أنه يكون عندي الرقم. إيوا ناخذوا منه غير حقوق المرافعة 10 درهم. أنا لا أخفيكم سرا،
تصنوني الا قلت لك بان بعض المحاكم ديال الدائره شحال كتصيفط ليا باستثناء المحكمه الجزائيه ديال برشيدو ديال سطات اللي كتجينا من هذاك الشيء قليل كاين بعض المحاكم اللي كتكون كتجيني 16 درهم من بعيد خاسرين عليها لونفولوب وخاسرين وشيك ب 16 درهم شيك ديال 16 درهم كنتوصلوا به من جيب ابتدائي ديال 16 درهم واجبات المرافعه ديال شي زميل مشى ادى في شي اخرى وصيفطوها لينا شي اخرى من هيئه السطات وصيفطها المساعده ولا لا واجبات المرافعه هي واجبات المرافعه محدده بمقتضى مرسوم قديم اكل الدهر عنه هو شارب 10 درهم وهنا هنا في القضايا اللي كتسجل داخل الدائره تحت رقابه السيد امين ماليه هيئتنا كتوصل 3000 درهم في واحد 3 شهور 4000 درهم اللي كنتوصلوا بها هذه داخل الدائره 10 درهم هو غير رفع اعطيني هذيك واجبات المرافعه رفع لي منها خلي عليك هذا الطالب بغيتي يولج المهنه ياك هذا الطالب كليه الحقوق وفعلا ظروفه وكان الله في عونكم طلبه كليه الحقوق كان الله في عونكم المقبلين على ولوج مهنه المحاماه بهذه الواجبات الخراط التي ترهق كاهلكم ترهق كاهل اسركم اتذكر انا شخصيا نهار جاتني البكيه انا في هذه الهيئه ديالي نهار هذيك الساعه شحال كانت 5000 درهم اديت 5000 درهم على الصباح فاذا باجتماع المجلس ينعقد في الزوال ويتم رفعه الى 10000 درهم وانا ابن الطبقه جد الشعبيه الكل يعرف بان الوضع ديال الحمد لله وعشنا بكرامه وبان فالوالد ديالي حلاق الوالده ديالي امراه بيت جاتني صعيب كيفاش غادي الوالد ديالي اللي مشيت طلبته وتدبر امره في 5000 درهم كيف سيتدبر 5000 درهم مواليه والله الى المعاناه اللي عانيتها في هذيك الظرف وفعلا تدبرناها بطريقه اخرى بالاقتراض اذا كان الله في عونكم ولكن اعذرونا جدوا لنا الاعذار يتحملوا معنا هذه المسؤوليه نحيدوها يتحملوا ولكن في ظل هذه المعاناه سيد نقيف وظل هذه الوضعيه عدم وجود مكاتب يعني وضعيه اجتماعيه ديال المحامين هل المهنه الان يعني انه بمقدورها ان تضاف اليها اعداد اخرى وكبيره من المحامين؟ شوف سؤال مهم حتى لا اتناقض مع كلامي ان قلت باننا بلغنا السقف او بلغنا الدروة أكون متناقضا وأكون غير صادقا وأكون فعلا غلقت الأبواب ولن أكون مواطنا يحمل هذه الصفة حنا سيدي ذاك الرزيق اللي كاين قسموه مع بعضياتنا ما عندناش مشكل قسموه وإنما أقول للوافدين الجدد خصهم يوسعوا لنا دائرة الاشتغال فعلا الساحة لا زال فيها الخير الحمد لله الوفير ولكن بتوسيع دائرة الاشتغال بإلزامية المحامي على جميع المحطات بعدم إرهاقه بتحملات وأعباء مالية جديدة بإعداد المناخ النقي للممارسة المهنية لأنه متى كان المعيار هو الكفاءة وهو الجودة وهذه كانت احنا عندنا فيها المسؤولية متى كان المعيار هو الكفاءة وهو الجودة إلا وكان المجال يتسع للجميع باقي الحمد لله الخير ولكن يوسعوا دائرة الاشتغال يهيئوا الظروف يديروا مع التكوين يديروا جميع المحطات يوسعوا ايضا الاختصاصات ويوسعوا الاختصاصات لانه ربما في اللي كاين دابا انه كاين تضييق ديال الاختصاصات اللي كتقلص الهامش الحركة ديال المحامي أكيد هناك تضييق في الوقت اللي حنا كنطالبوا بالتوسعه هما كيضيقوا في الوقت اللي حنا كنطالبوا كنلقاو بانه مستشار ديال الجماعات المحليه كنلقاو الوكيل القضائي للمملكه كنلقاو هيئات اخرى ولات ونقل ايضا الاختصاصات ديالتكم الى مهن اخرى مهن اخرى ولات دابا هاد المسائل المكاتب الاجنبيه ولا هاد المعطى كيضيق علينا وبالتالي انت كتطلب مني بانني انا اكبر مشغل وكنأكدها باننا من اكبر مشغل في المغرب وكتطلب مني نفتح المجال وكتطلب مني نحيد واجبات الخيرات وكتطلب مني ونحن لم نكن ضد توحيد واجبات الخيرات بالعكس ما عمرنا ما كنا وقلنا نوحدوها وطنيا ونحن على استعداد لذلك وانما ان تتحمل معنا الدوله العبء الذي يتعين المشي اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد بالعكس يتحملوا معنا المسؤوليه سيدي واهلا وسهلا ونحاسب عن ذلك ولكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه فصعب ان نزيل واجبات الخيرات وصعب ان نقللها ولكن لن نغلق الابواب مرحبا بكم طلبه كليه الحقوق اهلا وسهلا شنو اللي كيجعل انه المبالغ ديال الخيرات مختلفه بين سطات وطنجه وجده واكادير مثلا هذا حسب دائره الاشتغال وحسب احنا دوينا عليه ما يجعلها مختلفه وانت كتفاجئني كل مره بشي سؤال سي منير الله يجازيك بخير ما عنديش ما كتخليش ليا حتى الفرصه ديال نتاقد الانفاس ديالي وتجيب ليا سؤال اخر هو 300 درهم غتقول لي جاب لي 300 درهم كتفرض على المحامي ديال تازه
وكتفرض على المحامي ديال السطات وكتفرض المحامي ديال الداربي وكتفرض على داك اللي عنده شركات واللي عنده فين العداله الجبائيه؟ فين هي؟ هو ما جعل ان بعض الهيئات نظرا لاتساع نظرا لانها تقدم الاكثر نظرا لانها تمنح الاكثر نظرا لانها تمارس بشكل اكثر ارقى كدير مبالغ نظرا لان هذاك زميل على على احنا احنا في دائره انا نقول لك خصنا نكون ندويو على بعضياتنا بواقعيه وبموضوعيه دائره الدائره الاستئنافيه للمحكمه الاستئناف في سطات فيها برشيد فيها الدروا فيها حد سوالم فيها بن حمد فيها الكاره فيها البروج ولكن على مستوى المحاكم المحكمه الابتدائيه برشيد المحكمه الابتدائيه سطات والمحكمه الابتدائيه بن حمد والقاضي المقيم مركز المركز القاضي المقيم بالبروج في بن حمد عارف ما كاينه وزينات ما كاينه معامل لا توجد شركات وبالتالي المدخول ديال الزملاء في منطقة معينة يختلف عن هذه المنطقة وبالتالي وأنت تلج المهنة المدخول الذي ستجلبه ماشي ما كنقولش بأن في أداء رسالتك احنا ماشي تجارة احنا ماشي تجارة ما كنديروش الربح والنفع والخسارة وإنما في إطار لأنه هناك شركات منطقة طنجة التي هي منطقة تتسم بأنه الآن تبارك الله المشاريع اللي كاينة قد يجعلوا بأنه هامش الاشتغال بها هو أكبر وهامش التحملات التي تتحملها الهيئة هي أكبر وهو ما يجعلها لأنه العقار إذا بغات غير هيئة المحامين بطنجة تشري العقار بشان غتشري غتشري بغلا من داكشي اللي غنشريو به حنا في سطات باش دير دار المحامي مثلا إذا بغات دير هاد الدار بلا غتشري بغلا من داكشي اللي كتشري في تازة وبالتالي هو ما يجعله بأنه عدم التساوي في هاته التكاليف وبأختم هذه النقطة واهم من يوهمكم بأننا غلقنا الأبواب نحن بالعكس تنقولوا مرحبا وحنا مستعدين كونوكم وحنا مستعدين وإنما أن يتحمل معنا الجميع وفي مقدمتهم الدولة مسؤوليته في هذا الباب ونحن لم يتم إشراكنا في الإعلان عن امتحان الأهلية وكنا نريد لأننا كنا غنجيبوا تصورات زوينة وكنا غنجيبوا معطيات والحوار دائما كيجيب نتيجة وإنما في غفلة منا أتك يطلعوا أنا لا أخفيك سرا عيط لي واحد النقيب وانا منهمك في تدبير ملفاتي ديال الزملاء ديالي ودي فقال لي وانت شفتي داك الشيء شنو اللي وقع انا شوف الله عاوتاني الله الله يدير قال لي انا حشمت هذا نقيب غير ممارس اتصل بيا وهو يعرفون على ما كنتحدث الان حشمت انا كنقيب ممارس بانه ما فخباريش ما فخباريش بانه امتحان الاهليه تلقاه بانه طلع ما فخباريش وبالتالي حنا للتاريخ اللي كيقول باننا نغلق الابواب وبه اختم احنا سيدي واتحمل مسؤوليتي فيما اقول احنا النقباء في عهد الوزير مصطفى الرميل احنا اللي رفعنا العدد الى ما الى الى ما كان عليه باستثناء حالتين او حالتين من النقباء 15 نقيب رفعوا واذا كان شي حد يحاسبنا اهلا وسهلا المحاسبه دائما تنقولها وانما كانت نيه صافيه اللي قلنا سدينا الابواب رفعنا في واحد الهامش اللي تزاد بالعدد اللي كان ناجح ما يقارب 200 او ما يزيد على 200 200 ماشي اكثر اللي زدنا فيها الولايه السابقه بانكم عينتم ولاجه المهنه 5000 شكون هذا اللي كيقول لك باننا نسدوا الابواب امتى سدينا في ظرف ولايتين وصلنا 7000 من هي تحدثوا على اننا نغلق الابواب هذا كلام غير مقبول ما مقبول شكون اللي قال لكم اسيدي باننا كنسدوا باننا باغي كون كنا باغين اليس القرار باننا نمشيو كون كنا باغين باننا نسدوا الابواب من اللي غنجحوا هاد 5000 اللي نجحات هيئه المحامين السطات استقبلت ما يقارب على 60 زميل هيئه المحامين بالدار البيضاء الا لم تخون الذاكره ما يقارب ال 1000 متمرين بعض الهيئات اللي عندها 500 عندها 300 كون بغينا نسدوا الابواب لنا من الاليات ما نستخدم المكاتب اناف مكاتب عمرات نقولوا المكاتب عمرات كي غدير سيلزم النقيب بايجاد مكتب منين غادي المكتب غادي نصيفط لك انايا مكتب انت محامي غنقول لك غتقول لي ودير ما عنديش الطاقه الاستيعابيه اذا غير الانسان اقوال العقلاء تصنع على العبث يقول شي كلام مقبول لا سيدي والله ما باغي نسدو مرحبا بكم